مشاهدينا ومرحبا بكم في الموعد اليومي لنشرة الأخبار على نسمة، والبداية كالعادة بأبرز العناوين. تشييع جثامين شهداء المؤسسة العسكرية إلى مثواهم الأخير، ووزير الدفاع أكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين. توقف إنتاج الفوسفات في إقليم المتلوي من ولاية قفصة لتلتحق ببقية مدن الحوض المنجمي المتوقفة عن الإنتاج. ووزارة التربية تنفي إخبار إجبارية ارتداء ميدعة خضراء اللون في المدارس الابتدائية والإعدادية. مرحبا بكم من جديد. نفتتح نشرتنا بمتابعة لآخر التطورات للهجوم الإرهابي اللي جد البارح الصباح بمنطقة محاذية لجبل ثمامة من ولاية القسرين، واللي خلف استشهاد 3 عسكريين. الرقيب أول أمين الله الثامري تجندبة، إضافة إلى إصابة 9 أخرين تم نقلهم للعاصمة لتلقي الإسعافات اللازمة. عملية إرهابية انطلقت على إثرها الوحدات العسكرية في عمليات تمشيط للمنطقة. وأكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني وجود معطيات بخصوص مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، كما أشار أن الجنود هم اللي بادروا بإطلاق النار على العناصر الإرهابية مباشرة بعد انفجار الألغام. مش أول عملية، الأسبوع الفارط مثلا وقت عملية في نفس المنوال في نفس البقعة حسب التقريب لغم كذلك. احنا متعودين على هذا. هو وقع اطلاق نار، ولكن معنا جنون هم اللي اطلقوا النار. العملية هي ناتجة عن لغم قوي جدا او عدة ألغام قوية أدت إلى استشهاد جنودنا. ولكن جنودنا هذا شيء جديد وما كانش موجود قبل، جاوبوا بقوة بصفة مكثفة، وعندنا معطيات على جرحى من وحسب معلوماتنا يمكن وجود موتى في الإرهابيين. من جهة أخرى وعلى أثر تأبينهم في ثكنة العوينة، تم اليوم تشييع جثامين شهداء الثامري في منطقة بزينة من معتمدية جومين بولاية بنزرت، كما تم تشييع جثامين الشهيد الجندي أول معتز خميسي بمنطقة عرقوب الريحان، والشهيد الجندي أول منتصر بولهمي بمنطقة عين البية من معتمدية فرنانة بولاية شندوبة. على اثر العمليه الارهابيه الغادره اللي جدت البارح بجبل سمامه بالقصرين، واللي ادت لاستشهاد ثله من عناصر جيشنا البواسل واصابه عدد اخر، تم اليوم تشييع جثامين الابطال الى مثواهم الاخير، وان شهدت مقبره الثوامريه بمنطقه بزينه من ولايه بنزرت تشييع جثمان الشهيد الجندي المتطوع امان الله الثامري اللي يبلغ من العمر 22 سنه، وسط حضور عدد كبير من اقاربه وسكان المعتمديات المجاوره. حتى انا نمشي ونضرب بالكرتوش، وولدي لازم يمشي، ولادي الكل يمشوا، وماشي خساره عاش ولدي. تحية تونس. نقدموا في الشهداء وما زلنا نقدموا في الشهداء. اليوم هو يوم حداد، والا نعملوا حداد، نعلنوا التحدي لمكافحة هذه الآفة اللي اسمها الإرهاب. احنا ما زلنا نواصلوا باش نقدموا، وتونس ما هيش رخيصة، تونس قاعدين عندها رجال وعندها أولاد. احنا الإرهاب بقدرة الله قدمنا الأول والثاني والثالث وما زلنا باش نقدموا. كل من والي الجهة ووزير العلاقات التورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية، ولاية جندوبة شهدت بدورها تشييع جثامين زوز أبطال من أبناء هذا الوطن، الشهيد منتصر البولهمي ابن 22 ربيع، وين أكد أهله أنه رغم الحسرة واللوعة إلا أنه ابنهم كان درع للوطن وأدى واجبه على أحسن وجه. الله أكبر، ولدي مات شهيد، ولدي دافع بلاد، ولدي مات من أجل الوطن، ولدي مات من أجل الوطن. الله أكبر. الشهيد الله يرحمه في الأول وفي الآخر، ولد عمي مات راجل، مات فداء للوطن، ومات على جال العلم هو في نهاية الأمر، ما مات على جال حتى واحد آخر. شهيد آخر زفته منطقة عرقوب الريحان من معتمدية فرنانة ولاية جندوبة، وهو الشهيد معتز الخميسي اللي تم تشييع جثمانه وسط حضور عدد هام من زملائه وأفراد عائلته وأبناء جهته. هذاك هو نوارتي، هذاك هو اللي يجري علي كبيرتي، هذاك هو مات شهيد ولادي، الله يرحمه، الله يرحم ولادي. 3 شهداء ورغم صغار سنهم إلا أنهم قاموا بدور ما ينجمش يلعبوا كان الكبار، ونحتوا أساميهم مع الخالدين من مقاومين وجنود الوطن، وعبروا بأساميهم عن العزة والإصرار والانتصار من أجل فرض أمن وأمان هذا الوطن. الهجوم الإرهابي اللي جد البارحة في المنطقة المحاذية لجبل سمامة من ولاية القسرين خلف ردود فعل كبيرة، ونستنكرت جميع الأطراف السياسية العملية الجبانة، وأكدت وقوفها صف واحد ضد الإرهاب، إضافة لتأكيد فرنسا لمواصلة دعمها لتونس في مكافحة الآفة هذه.
على إثر العملية الإرهابية الغادرة اللي استهدفت يوم أمس جنودنا البواسل وأسفرت عن استشهاد 3 منهم بجبل سميمة من ولاية القصرين وجرح 9 آخرين، تحركت ردود الفعل الوطنية والدولية بعد الهجوم الإرهابي هذا ومن بينها الأحزاب على غرار حركة النهضة اللي أصدرت بيان تدين فيها الجريمة الشنيعة اللي اقترفتها عصابات إرهابية على حد تعبيرها، وين أشارت أنه تزامن اقتراف الجريمة هذه مع تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها يحمل رسالة لن تزيد الشعب التونسي إلا إصرار على اجتثاث الآفة هذه. كما أكدت كتلة الحرة في بيان لها ضرورة اليقظة والانتباه وتعزيز المكاسب الأمنية المادية والمعنوية لمواجهة الإرهاب. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أصدر بيان يأكد في تضامنه مع القوات الأمنية والعسكرية وتقديره الكبير للتضحية الجسيمة اللي يبذلها أبناؤه من أجل الذود عن الوطن وحماية حدوده. دوليا ندت فرنسا بالعملية الإرهابية هذه وتقدمت بالتعازي لعائلة الضحايا، كما جدت فرنسا دعمها الكامل للسلطات التونسية واستعدادها لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وفق ما جاء على الموقع الرسمي لسفارة فرنسا بتونس. نرجع على موضوع تدشين الباخرة. قاعدة الغوص جرجيس A710 اليوم في القاعدة البحرية في بنزرت تحت إشراف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني وبحضور مدير عام ترسانة الإيطالية، مناسبة أكد خلالها وزير الدفاع حرص المؤسسة العسكرية على دعم التكوين المهني من بينها إحداث مركز للغوص والأشغال تحت المائية في مدينة جرجيس واللي باش يكون جاهز في جانفي 2018. أشرف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالقاعدة البحرية ببنزرت بحضور مدير العام الترسانة الإيطالية على تدشين الباخرة قاعدة الغوص جرجيس A710 اللي يبلغ طولها 36.62 متر وعرضها 8.60 وسرعتها القصوى 23.5 كيلومتر في الساعة. باخرة قاعدة الغوص جرجيس A710 تحتوي على منظومة تتكون من صندوق ضغط الأربع غواصين وجرس غوص مفتوح يمكن من العمل تحت الماء بعمق أقصاه 100 متر، وتحتوي على نظام تموقع ديناميكي وأنظمة ملاحة متطورة وقادرة على استيعاب 31 الباخرة هذه ينجم الغواصين اللي فيها ينزلوا بعمق 100 متر في البحر، وهي باخرة متطورة جدا وفيها أحدث التكنولوجيات وبإمكانها القيام بمهمات كبرى، وهذا يعتبر إنجاز كبير للبحرية التونسية. وخلال كلمته الافتتاحية أكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أن المؤسسة العسكرية تحرص على دعم التكوين المهني وتعمل على إيجاد مسالك جديدة للتنويع، منها أحداث مركز التكوين المهني للغوص والأشغال تحت المائية بمدينة جرجيس اللي باش يكون جاهز في جانفي 2018 باعتمادات بلغت 13 مليون دينار، وباش يوفر الجانب الإيطالي كل التجهيزات الخاصة به بما فيها الباخرة قاعدة الغوص جرجيس اللي تم تدشينها اليوم. وقع اقتناء هذه الباخرة اللي هي مختصة في الغوص وكل الأشغال تحت مائية، والتي سيقع استعمالها هذه الباخرة في إطار مركز التكوين المهني بجرجيس. وهي علاش اسمها جرجيس؟ خاطر مركز التكوين المهني باش يعملوا في جرجيس اللي باش يكون معناها عسكريين ومدنيين فيما يتعلق بالأشغال تحت مائية، وهي أشغال كثيرة، مثلا كل ما يتعلق بالصيد، كل ما يتعلق بأشغال الصيانة تحت البحر. وهذه هذا المركز هو مركز أول مركز في المنطقة بل وحتى في أفريقيا، وعنده دور هام في إطار التشغيل، وسيكون مئات الشباب في هذا القطاع الهام الواعد. ويندرج اقتناء الباخرة قاعدة الغوص جرجيس في إطار بعث مركز تكوين مهني في مجال الغوص بمدينة جرجيس اللي تشرف على إنجاز وزارة الدفاع الوطني، كما يهدف إلى معاضدة جهود الدولة من أجل التقليص من البطالة وحث الشبان في الانخراط في المجالات الجديدة وذات المردودية العالية. في متابعة للمطالب الاجتماعية، تعمد اليوم مجموعة من العاطلين عن العمل منع حافلات نقل عمال المقاطع والمغاسل ومرور شاحنات نقل الفوسفات بمدينة المتلوي، وفق ما أكدوا مراسل نسمة بالجهة، تحرك يخلي إقليم المتلوي اللي كان يغطي ما يفوق 60% من إنتاج شركة فوسفات قفصي
جدير بالذكر فإنه التصعيد اللي جاي اليوم من أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل تزامن مع اللقاء اللي انعقد اليوم العشية بين رئيس الحكومة يوسف الشهاد ونواب ولاية قفصة حول الإشكاليات التنموية والحلول المطروحة لاستعادة نسق إنتاج الفوسفات، وللإشارة فإنه من بين المقترحات الواردة باش يتم اقتراح اقتطاع نسبة من عائدات الفوسفات لتنمية الجهة. في موضوع آخر وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تم اليوم فتح سوق الأضاحي من المنتج للمستهلك في مدينة القيروان وسط استحسان كبير من المواطنين، خاصة وأن الأسعار مناسبة على حد تعبيرهم. خرفان من كل الأنواع والأحجام، حركية نشيطة في البيع والشراء، الفلاح يتذمر من تدني الأسعار والمستهلك يبحث عن خروف بسعر معقول يفرح به أطفاله في العيد. هذا هو المشهد صباح اليوم في سوق الأضاحي في مدينة القيروان اللي أحدثها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. عودنا عملنا سنة بأكثر نظام وأكثر مراقبة، خاصة لك الدعاية متاع التعاون ومتاع كذا. نحن دربنا في القرية معنا حتى شيء، وقاعدين نراقبوا في معناها الخرفين الداخلة والخارجة. أسعار العلوش العام هذا وصفت من قبل المنظمين والمستهلكين والفلاحة بأنها معقولة وفي المتناول، حيث بلغت 10 دنانير لوزن ما أقل من 45 كيلوغرام و11 دينار لما دون ذلك. أسعار مناسبة، نخدموا بالميزان، نخدموا ب 10,000 اللي أكثر من 40 كيلو، ب 11,000 اللي أقل من 40 كيلو. جبت أنا قريب ل 450,000. فهمني ولا وجه العلوش مثل اللي شرى لقى تاع العلوش ما يفوتش حتى 500 باهي معناتها ما واحد باش تعرف طريق تاع مكتب وعيد وجات مع بعضها مثل اللي وغسره. فهمني ان شاء الله ربي يسهل وكاو. المراقبة الصحية أيضا كانت متواجدة في السوق وتسهر على تأمين أضحية سليمة من كل الأمراض للمستهلكين. عملنا فيتيرينير لهنا اللي باش يجي باش يجري المواطن وعنده شك في علوش اللي هو مريض والكذا يتصل بالطبيب البيطري ويمشي معاه لعين المكان ويأكد له. قاعدين ناخذوا في التحاليل وناخذوا في كذا ولاباس معنا حتى شيء. وحاليا تو حسب مره انا لاباس الخرفان لاباس في صحه جيده، ما فماش معنا حتى حاجه معناها ديكلاريه ولا حاجه. افتتاح نقطه البيع من المنتج للمستهلك لقد استحسن عدد كبير من متساكني الجهه ومن المنتظر. المضاربه والاحتكار. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغها اليوم الشروع في صرف مساعدات بعنوان عيد الأضحى للمنتفعين بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة في شكل حوالات بريدية قدرها 40 دينار بداية من نهار الاثنين 5 سبتمبر الجاي. كما أعلنت الوزارة في نفس البلاغ الشروع بداية من شهر سبتمبر الجاي في صرف مساعدات على الدفعات لكافة المسجلين المعنيين في برنامج العودة المدرسية والجامعية للموسم 2016-2017. في موضوع آخر، وعلى إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي خبر إجبارية ارتداء ميدعة خضراء اللون في المدارس الابتدائية والإعدادية خلال السنة الدراسية المرتقبة، فات وزارة التربية لفريق نسمة اليوم ما تم تداوله، كما أكدت حرية اختيار الأولياء لون الميدعة لأبنائهم. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر ما فادوا أن وزارة التربية أقرت إجبارية ارتداء تلامذة في المدارس الابتدائية والإعدادية الميدعة خضراء اللون خلال السنة الدراسية القادمة، وهذا ما خلف ردود فعل متباينة عند المواطن التونسي. أنا ما عندي حتى رأي، ما هما صغار ما همش حابينها مش قابلينها، ما يحبوش الكولير الأخضر. أنا بنتي واحدة من الناس قالت لي ما نلبسهاش. مرمر مو أخضر ولا زرق، الباز الوليدات نتاعنا العوام هذيا خاصة مع الشيء اللي صار في البيت، ماذا بينا يقرا سواء بطبلية زرقاء ولا خضراء. الإنجليز والأمريكان خير منا، على خاطر الناس كل تخرج الصباح الخشيشات كل كيف كيف، احنا نخرج قزوردي كل غوندير لا تفهموا في فاكولتي. تو احنا نعيشوا في الاختلاف ونحبوا نتعايشوا في اطار الاختلاف، ونراو ونربيو اولادنا على مثال شي يقبلوا واحد مختلفين. مش مشكلتنا طابليات ولا، المهم يقراوا هذيك هي. وعلى عكس ما تم تداوله من اخبار، فان وزاره التربيه نفت ذلك واكدت انها مجرد اشاعه، وان الوزاره ما تتدخلش باي شكل من الاشكال في عمليه بيع الميدعات وما تجبرش الاولياء على شراء لون معين او زي موحد. وزاره التربيه لم تحدد لون الميدعه التي يجب ان يقتنيها الولي، ولا وجود لصحة كل ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي،
فقط ما طلبناه وما تعود به كل الأولياء ككل مفتتح كل سنة دراسية أن يكون التلميذ حاملا ولابسا لميدعة يختارها الولي بالتنسيق مع مدير المدرسة في لونها المعتاد. كما أكدت وزارة التربية إجبارية ارتداء الميدعة داخل المدارس بهدف تسيير التعرف على تلامذة المنتمين للمؤسسات التربوية ومنع محاولة تسرب أطراف أجنبية إلى المدارس. نمشي إلى ولاية نابل وين احتضنت مدينة الحمامات اليوم الصباح اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل للنظر في الاستعدادات لمؤتمر الاتحاد وفي مشروع الاقتصاد التضامني. تابعوا أكثر تفاصيل في التقرير هذا. الاستعدادات للمؤتمر والنظر في مشروع الاقتصاد التضامني زوز محاور تم التطرق لهم اليوم في اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بالحمامات، اجتماع طالب فيه الأمين العام للاتحاد حكومة الشاهد بالالتزام بما تم التعهد به مع حكومة الحبيب الصيد. نقولوا ديما مدين يدينا في إطار هذا الحوار في إطار إيجاد الحلول، ولكن إذا كان فما أطراف ما عندهاش استعداد لتقبل الأمر الواقع وللالتزام بما أمضت عليه معنا، وقتها لكل حديث حديث من نجم كان الناضل على تثقل كاهل المواطن بالأداءات. هكا علق الاتحاد على حديث رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول برنامج حكومته فيما يتعلق بالضغط على النفقات. بعض التخوفات عبوا عليها الإخوة على الهيدرية في بيان الحكومة خاصة في مخصص سياسة التقشف والحد من الانتدابات. الاتحاد ماناش باش نكونوا نحن مع انقاذ البلاد، ولكن ما تكونش على حساب فئه دون اخرى. هذا وافتتحت الهيئه الاداريه اجتماعها بالترحم على شهداء تونس اللي راحوا في عمليه البارح، واكدت الهيئه على ضروره مزيد بذل الجهد في محاربه الارهاب. نختم نشرتنا بتقرير نشاط النصف سنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونقدم رئيس الهيئة شوقي الطبيب مجموعة من المعطيات والأرقام حول الملفات الواردة على الهيئة، وطالب بضرورة وضع استراتيجية لمحاربة الفساد تتضمن خارطة طريق واضحة. كما أكد رئيس الهيئة قدرة تونس على تقليص حجم الفساد بشكل كبير في ظل توفر الإرادة الوطنية. إشكاليات تعاني منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت واحدة من المحاور اللي اتطرق لها رئيس الهيئة شوقي الطبيبة خلال الندوة الصحفية اللي عقدتها الهيئة لنشر تقريرها النصف السنوي. الطبيبة أكد أن هناك إرادة وطنية لمكافحة الفساد يجب دعمها والبناء عليها وتيسير مهام الهيئة لتحقيقها. من أهم هذه الوصفات هو أنه يقع ضبط خطة وطنية لمكافحة الفساد، في مقتضى هذه الخطة يقع تحديد المسؤوليات وتحميل المسؤوليات لبعضنا البعض وضبط خارطة الطريق. وضعية الفساد وبائية على حد وصف شوقي الطبيبة، واللي أكد أنه يجب تحديد الوصفات اللازمة للتصدي لها الوباء. الإمكانيات توفر الشيء بنها، والأهم الإمكانيات هو الوعي، هو الوعي أنه تو قاعدين نلاحظوا اللي هناك يعني إرادة وطنية، هناك ردة فعل وطنية ضد الفساد. التوانسة واللي الشعور هذا انتقل إلى حتى معناه الفاعلين السياسيين. 10,048 ملف وردت على الهيئة، تم دراسة 8,667 منها، والبقية منقسمة بين ملفات تحت الدرس وملفات في انتظار التوزيع على المحققين. في 2016 ورد على الهيئة 1,937 ملف، جزء كبير منها من خلال شكايات مباشرة. في علاقة بالملفات احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات الواردة ضدها، تليها أملاك الدولة وزارة الشؤون العقارية، واحتلت ولايات تونس الكبرى، تونس وبن عروس وأريان المراتب الأولى في عدد الشكايات. لكن هذا ما يعنيش حسب الهيئة أن الفساد يتركز في الولايات هذه وإلا الوزارة المذكورة، وأن الفساد الأخطر يتركز في الصفقات العمومية. في رأينا وفي رأي معنا الخبراء، أهم الملفات هي الملفات المتعلقة بالصفقات والشراءات العمومية، واللي يلزم يقع توجه نحوهم ونحو هاته معنا الملفات ويقع تفكيك هاته المنظومة. هذا وشدد شوقي الطبيب على أنه لا يمكن القضاء نهائيا على الفساد، وأنه الهيئة تطمح لدعم مرتبة تونس في الشفافية ومقاومة الفساد من المرتبة 65 للمرتبة 50. وكنكون وصلنا مشاهدينا لنهاية موعدنا الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الرسمي على الانترنت www.nisma.tv. مشاهدة طيبة للجميع.